بسم الله الرحمن الرحيم. هاي محاضرتنا، المحاضرة الثالثة أو الرابعة أعتقد. حكينا آخر شيء بالمحاضرات السابقة أو وقفنا عند السبن فانكشنز، المهمات اللي راح نعتمدهم بالمحاضرة أو بالمساق هذا لحتى نعبر عن سرعة البرامج بشكل عام. حكينا بالمحاضرات السابقة شو يعني بسودو كود، كيف نكتب البسودو كود، شو مواصفات المقياس اللي راح نستخدمه لحتى نعبر عن سرعة الألغوريثم، وإيش الجهاز اللي راح نستخدمه لحتى ننفذ الألغوريثم مشان نطلع السرعة هاي. حكينا إنه جهاز اسمه RAM، Random Access Machine، هو عبارة عن موديل هايبوثيتيكال موديل، مش موديل يعني على أرض الواقع مش موجود، لكنه بدي أعتبر إنه عبارة عن جهاز بيقدر لحتى يعمل run للانستركشنز تبعات البسودو كود فقط لا غير. حكينا هذا الجهاز في سي بي يو وفي ميموري، والميموري تبعته مرقمه من صفر لحد اخر واحدة موجوده بالذاكره تبعت الكمبيوتر. فاحنا اللي عمالنا بنحكي كلياته لحد الان او بالجزء هذا من الماده انه كيف بدي اعبر عن سرعه البرنامج. وصلنا لنقطه واتفقنا عليها كلياتنا انه سرعة البرنامج لها علاقة مباشرة مع الانبوت سايز، كل ما زاد الانبوت سايز كل ما قلت السرعة، العلاقة بيناتهم عكسية، كل ما زاد الانبوت سايز كل ما كان الوقت اللي بيحتاجه الكمبيوتر لحتى ينفذ البرنامج اكبر، عشان هيك السرعة بتقل. ففي عندي مجموعة من الفانكشنز للرننج تايم بحيث اني اعبر عن سرعه البرنامج. الفانكشنز هاي لها علاقه او بترتبط ارتباط وثيق بالانبوت سايز. اول واحد الكونستانت، بالنسبه للكونستانت هو عباره عن تقريبا واحد يعني، فالرسمه تبعته يعني جزء لقدام في رسمه هون هاي الكونستانت. فلو نطلع على المنحنى هذا مثلا هذا رقم A، يكون في عندي منحنى معين، هاي الانبوت سايز هون، هاي هون الان الانبوت سايز على الاكس اكسس والواي اكسس اللي هو التايم. فالمنحنى هذا زي ما احنا شايفين انه ثابت رقم 5 10 1 2 3 مليون من مليونين 10 مليون، ما بيهمني قديش الرقم بالضبط بقدر ما بيهمني انه هاي عبارة عن رقم ثابت مش متغير، هاي المقصود فيها. فكلمة constant هون مقصود فيها انه الفانكشن تبعي ثابت، رقم ثابت. ممكن احكي لك مثلا الاف اوف ان بتساوي 1000 مثلا، فبتطلع على 1000 على الفانكشن هذا، هذا الفانكشن تبعي، في متغيرات؟ الجواب لا، معناته هذا constant فبينتمي للمجموعة الأولى، هاي المقصود فيها الاف اوف ان لما يكون constant. مهمة جدا هاي اللي قدام لازم نعرفها. هسه بعرف رسمة الكونستانت هاي كيف شكلها، مثلا اف اوف ان بتساوي 1000 معناته في عندي خط مستقيم عند الألف، الاف للعشرة، هاي عشرة مثلا او هاي مثلا 150، الاف للعشرة ولا الاف لل 150 هي نفس الرقم 1000 دائما، قيمة الاف اوف ان اف دائما، قيمة الصاد 1000، كانت الاكس او الان 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 150 ولا مليون ولا مليونين، كلهم دائما الرقم ثابت 1000 قيمة الصادات، هذا الكونستانت. طيب احنا عمال بندرس بالفانكشنز هاي مشان نشوف شو علاقتها بالسرعة تبعت البرامج. النوع الثاني لوغاريثميك فانكشن، لما يكون اكبر قيمة من القيم تبعات الفانكشن تبعي لوج ان، هذا بنسميه لوغاريثميك فانكشن. يعني مثلا مثال عليها اف اوف ان بتساوي مثلا 1500 مثلا زائد
log n زائد مثلا ما خلينا نحكي انه هنا 10 او زائد مثلا 60. هذول ممكن اجمعهم مع بعض بصير 1560 زائد log n او 3 log n مثلا زي هيك. هذا function اعطيني الانبوت سايز بطلع لك عدد البريميتيف اوبريشنز. هيك الفانكشنز الهدف منها، الهدف منها اعطيني الانبوت سايز بطلع لك النمبر اوف بريميتيف اوبريشنز. فالبريميتيف اوبريشنز هون متغيره تعتمد اعتماد كلي على الانبوت سايز. اعطيني الانبوت سايز بعطيك قديش البريميتيف اوبريشنز. الانبوت سايز هو n والبريميتيف اوبريشنز هي الفانكشن كامل. اعوض الان بالفانكشن كامل بيطلع مع قديش اكم بريميتيف اوبريشن. وكل ما كان البريميتيف اوبريشنز اكبر كل ما كان البرنامج ابطا. هون اكبر كميه من الكميات الموجوده بالاف اوف ان هاي كلياتها اللي هي لوج ان. اللوج ان اكبر من الكونستانت. اللوج ان دائما اكبر من الكونستانت. الكونستانت ثابت، اللوج ان لا اكبر منه. اكبر منه معناته الارقام اللي بتنتج عن اللوج ان اكبر من الارقام اللي بتنتج عن الكونستانت. طبعا من وين لوين والامور هاي كلياتها ما بيهمنيش. مثال شو مقصود من وين لوين الحكي اللي حكيته هاي على سبيل المثال كالتالي. خلينا ناخذ مثال عليها. مثلا رسمه اللوج ان هيها زي هيك بدها تكون، منحنى زي هيك طالع بس بشكل خفيف كثير، يعني الميلان تبعه خفيف مش خط مستقيم ولا كونستانت، الميلان تبعه خفيف. وين اللوجان؟ هي الميلان تبعه خفيف، بقول هاي الان لوجان. الميلان تبعه هيك خفيف جاي بينمو نمو بطيء. تخيل هون قديش 60، لو طلع خط مستقيم من هون بطلع 6 مثلا ولو مجرا. فالنمو تبع اللوجان بطيء، النمو تبع الكونستانت ثابت. مين أسرع أو مين أبطأ؟ أو بغض النظر إيش السؤال راح يكون، يعني افرض إنه أسرع ولا أبطأ. النمو لما يكون بطيء معناته النمو عماله بيتزايد، لكن تزايده بطيء. لكن لما أقول لك إنه الكونستانت ما في نمو، النمو صفر، معناته خلاص ثابت النمو. ما عند نقطة معينة من الزمن الاثنين راح يتقاطعوا مع بعضهم البعض. قديش هاي النقطة بهمنيش، بس أنا اللي بعرفه إنه اللوج أن نمو بطيء معناته في نمو. الكونستانت نمو ثابت معناته ما في نمو بالمرة، ما بيطول لفوق، مش قاعد بيطلع لفوق الخط هذا تبع الكونستانت. لكن اللوج أن لا بيطلع لفوق. هسا إذا قلت لك على سبيل المثال عندي F of N، طبعا خلينا نأخذ هاي. إذا كان مثلا عندي F واحد لأن كان بتساوي مثلا 50، وكان عندي F two لأن كان بيساوي log N، قلت لك ارسم لي اياهم الاثنين هذول مع بعض. بكل بساطة بتيجي على رسمة زي هيك X و Y، قول F one للآن بتساوي 50 معناته عند الخمسين بتساوي خط زي هيك، ويقول لي هذا الرقم اللي هون 50. هاي رسمة الـ F1 للآن. بينما الـ F2 للآن بتساوي log n. الـ F2 للآن بتساوي log n هو عبارة عن رسمة زي هيك تنمو، لكن نموها بطيء كثير. فعند نقطة معينة من الزمن بيتقاطعوا الاثنين مع بعض. هسه عند النقطة هاي قبلها هون بالمنطقة هاي اللي هون كان عندي اللي هو الكونستانت أبطأ من اللوج ان. ليش؟ لأنه جاي فوقي، هاي أخذناها بالمحاضرة السابقة. بينما من عند النقطة هاي وطالع من مرحلة من هون للما لا نهاية، من النقطة هاي للما لا نهاية، عندي الـ F1 F2 للآن أبطأ من الكونستانت. ليش؟
لأنه جاي فوقي راح أصير فوقي. عند قديش النقطة هاي مبدئيا ما بتهمني، بس أنا بعرف عند نقطة معينة من الـ input size اللي هي هاي النقطة اللي هون راح يكون log n أعلى من الخمسين، فبالتالي log n راح يكون أبطأ منه. هيك المقصود فيها بالرسم. قديش النقطة هاي ما بيهمني، أنا بدي أفترض إنه الـ n رقم كبير كثير. قديش هذا الرقم ما إلي فيه، لكنه رقم كبير كثير. لما يكون الرقم الآن كبير كثير معناته log n راح يكون أعلى من الخمسين، فبالتالي بده يكون أبطأ. فبالتالي هون ال f1 of n بتساوي 50، هذا سريع مقارنة مع ال f2 للآن بتساوي log n. فالأبطأ هو log n والأسرع هو الخمسين الكونستانت. مشان نرسخ المفاهيم هاي كلياتها، أول إشي خلينا أحط الكونستانت هون. كونستانت تقريبا واحد، يعني هاي 50 هي صحيح 50، بس لكن لو حتى حطيناها واحد هي تقريبا واحد، يعني زي هيك رسمناها ما برضو ما في مشكلة. فبدي أحطها زي هيك، هاي واحد هون، بعديها بدي يجي عندي هون اللوج أن. فكل ما طلعنا لفوق السرعة بتزيد، وكل ما نزلنا لتحت السرعة بتقل. فكون الكونستانت جاي فوق اللوج ان معناته الكونستانت اسرع من اللوج ان، واللوج ان ابطا من الواحد. معناها على الرسم زي هيك، راح عند نقطة معينة من الزمن يتقاطعوا ويصير اللوج ان اعلى من الكونستانت. هاي المقصود فيها على ارض الواقع. على نفس المبدا اللي هي اللينير، اللينير ابطا من اللوج ان وأبطأ من الكونستانت. من قديش لقديش، من أي نقطة أبطأ بهمنيش، لكن أنا بعرف أنه أبطأ منه. طيب لما تعرف أنه اللينير، اللينير أبطأ من اللوج، مرة ثانية اللينير، ركز معي راح أسألك سؤال هسه، اللينير أبطأ من اللوج، فبالتالي نمو اللينير أسرع من اللوج ولا أبطأ منه؟ مين يقول لي؟ نموه طريقة زيادة الأرقام فيه بالإنبوت سايز راح يكون أسرع من اللوج ولا أبطأ منه؟ إذا كان اللينير أبطأ من اللوج أن، معناته النمو تبعه أبطأ منه ولا أبطأ منه ولا أسرع منه؟ حكينا اللوج ان النمو تبعه بطيء، الكونستانت النمو تبعه ثابت. طب اللينير النمو تبعه شو؟ ابطا المفروض يكون ابطا من مين؟ من اللوجر، من اللوغاريتم. ابطا معناته طريقه زيادته بالاعداد بطيئه كثير، هاي ابطا معناها. فبالتالي راح يكون الرسمه لتحت من اللوج ان، بس احنا بنعرف انه لما يكون الرسم لتحت منها يعني بالمنطقة هاي معناته بيكون اسرع ولا ابطأ؟ مين الاسرع؟ الاعلى ولا الاوطى؟ الاعلى. الاعلى ولا الاوطى؟ لا الاوطى اسرع. كسرعة الاوطى تمام، بس النمو كل ما كان اوطى كل ما كان اسرع. تمام. فبالتالي انا هون شو بحكي لك؟ اللينير أبطأ من اللوغاريتميك، فبالتالي نموه راح يكون فوق اللوغاريتميك ولا تحتيه؟ لا تحتيه، هذا أسرع. نموه أبطأ، بده يكون نموه أبطأ بس تايم أقل بوقت، معنى هو راح يكون أبطأ منه أكيد. عفواً نموه أسرع منه، بالنمو أسرع منه، لكن من ناحية سرعة اللوج أن أسرع. اللوج ان اسرع من اللينير، اللينير بطيء شوي، معناته تسارعه انه او نموه سريع، النمو تبعه سريع. ليش؟ لانه بطيء. اللوغاريتميك نموه بطيء معناته الفانكشن هذا سريع. الكونستانت اسرع واحد فيهم، ليش؟ لانه هذا ما لهوش نمو، نموه ثابت. اربط الشغله هاي بالنمو، النمو طريقة زيادة الأعداد اللي فيها على محور الصادات ومحور السينات، كيف الرسمة مرسومة، هاي مقصود فيها بالنمو.
يعني خذ الرسمة هاي على جانب هون، هاي واحد مثلا وهاي اثنين، أوكي؟ هاي F1 مثلا وهاي F2. مين أسرع من الثاني؟ الـ F1 ولا F2؟ بعد النقطة هاي، خلينا نحكي اتفقنا أنه بعد نقطة معينة، بعد النقطة هاي، بعد الـ X هون بالمنطقة هاي، مين أسرع F1 ولا F2؟ F2. الأسرع الأسرع شو مقصود فيها؟ طلع علي، إحنا هذا المنحنى اللي هون الصادات، محور الصادات اللي هو الوقت التايم، مظبوط، أوكي؟ فكل ما كان التايم أقل كل ما كان البرنامج أسرع ولا أبطأ؟ أسرع أسرع طبعاً. طيب هسا F2 بيعطيني وقت أكثر ولا وقت أقل؟ وقت أكثر. أقل وقت أكثر أكثر وقت أكثر. فبالتالي أسرع ولا أبطأ؟ F1 أسرع. أبطأ. F1 أسرع من F2. F2 أبطأ من F1 بالضبط. دقيقة دكتور فت بالحيط أنا. ما لا ما فيش داعي فيش داعي طلع عليه انتبه شوي. قلنا F1 محور محور السينات الانبوت سايز هاي متفقين عليها صح ولا لا؟ هاي N مظبوط. ومحور الصادات اللي هو التايم الوقت، الوقت اللي بده اياه البرنامج لحتى يخلص. مظبوط. هسه قلنا الاف 1 اسرع. ليش؟ بس ابطأ بالنمو. استنى شوي. لا اكيد الاف 1 الاف 1 اسرع. ليش اسرع من الاف 1 من الاف 2؟ لانه اقل تايم. اقل لانه اقل تايم. شو يعني اقل تايم؟ يعني بالرسم تحتي جاي لانه منحنى فوق واي منحنى تحت، معناته تحت بيعطي ارقام اقل صح ولا لا؟ تمام. فبالتالي اف 1 اسرع من اف 2 بالحاله هاي. طيب هسا هاي العلاقة بين الفانكشن والتايم، كل ما كان التايم أكثر كل ما كان البرنامج أبطأ، هاي متفقين عليها. شو علاقة الشغلة هاي بالgrowth للفانكشن، بالنمو للفانكشن؟ عندي هون الـ F1 بينمو بطريقة والـ F2 بينمو بطريقة ثانية. النمو الـ F2 بنمو أسرع. بالضبط. النمو مقصود فيها تسارع الأرقام، فيه تسارع تبع الأرقام اللي فيه، يعني لما انتقل من رقم لرقم من رقم لرقم التايم راح يصير يزداد بشكل اكثر. فهون واضح جدا انه التسارع الجروث النمو تبع F2 اكبر اعلى اقوى من النمو الموجود بالF1. علاقة عكسية دكتور. العلاقة عكسية. كل ما كان النمو ابطأ كل ما كان البرنامج اسرع. أسرع. بالضبط. ليش؟ لأنه راح يعطي وقت أقل. أنا هاي اللي بهمني إياه. هاي العلاقات كلياتها بدك تشبكهن مع بعض. لما تصير تطلع على الرسمة بدك تصير تعرف إن هون F1 F2 F1 جاي تحت معناته F1 أسرع. محور الصادات اللي هو التايم أو عدد الخطوات. أوكي؟ معناته F1 أسرع. معناته F1 بنمو بشكل أبطأ من F2. معناته F1 بيعطي أرقام أقل من F2، فبالتالي F1 أسرع. هي عشان العلاقة عكسية شوي صعبة بالنسبة للطلاب صح ولا لا؟ فبالتالي إحنا بس تطلع على الرسمة خلص بنكون عارفين كل التفاصيل هاي. فكل ما كان الفانكشن جاي لتحت معناته النمو تبعه جاي أبطأ. فاللوج أن اللوج أن النمو تبعه أبطأ من النمو تبع الان الان اللي هو اللينير هاي هون. النمو تبع اللينير النمو تبع اللينير اسرع ولا ابطا من لوج الان؟ مين يقول لي ابطا؟ اسرع. النمو نمو انا بسال عن النمو هون. لا النمو اسرع. النمو اسرع بالضبط. بس بطيئة. هو ابطا. بس هو ابطا من ناحيه سرعه. تمام. من اللوج ان. اوكي ممتاز. كيف عرف الدكتور بالله؟ كيف عرفت انه لينير اسرع؟ هي لها علاقه بالمشتقه. المشتقه تبعت اللوج ان اقل من المشتقه تبعت اللينير. تمام. قدام راح يعني بالمساق ثاني راح تعرف الشغله هاي. لكن انا قاعد بحكي لك هسه كمعلومات من يعني مشفيه بدنا نعرفها ساعات بس مش اكثر.
تمام. نيجي لهون. طيب هاي حسب اللي حكينا اللينير هيك خط ثابت زي هيك. وين اللينير؟ هيها هاي اللينير خط مستقيم زي هيك. فلو بدي اجي على رسمي هاي، هاي خط مستقيم اوكي، وال لوج ان بدي اسوي هيك. هاي اللوج ان غلط من هون، اللوج ان نمحيها. اللوج بالصفر ما فيش، خلينا نغير الهاي من هون، نطلع من هون هيك طلع عليها. دكتور اللوج ان ما بيطلعش من الصفر، اللوج ان بيطلعش من الصفر، مش هيك ما طلعتوش من الصفر. تمام اوكي. هسه بالحاله هاي هون، بالحاله هاي هون عند النقطه هاي قلت لك هذول الرسمتين واحد منهم اف واحد هو اللينير والاف 2 اوكي، والاف 2 هو اللوج ان. لو جبت لك هذا السؤال قلت لك حدد لي مين الاف 1 ومين الاف 2. الاف 1 ايا الازرق ولا الاحمر؟ احنا بنعرف انه اللينير ابطا من اللوج ان، بينمو بشكل اسرع من اللوج ان، مشان هيك مش بينمو بشكل اسرع من اللوج ان. وعلى الرسم معناته راح تكون فوقيه ولا تحتيه؟ فوقيه. معناته الاف 1 ايا الازرق ولا الاحمر؟ لا الازرق اكيد. الازرق بالضبط بالضبط الازرق. والاف 2 ايا ما ضلش غيري ايوه هون صار افهم. بس اللينير ما بيطلع من الصفر، اي بيطلعش غير من الصفر. شو هو الخط ما بيطلع غير من الصفر؟ ايا لينير. دقيقه خلينا نشوف، نتاكد من الرسمه. بيطلعش من الصفر، شايف تقريبا يعني عند الصفر فيش لوج للصفر. يعني بشكل عام بتبين انه اللينير دوميز من اللوج واحد من الصفر طلع. لا 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 انا ما باخذها من الصفر، انا باخذها من النقطه هاي وطالع. انت تطلع على النقطه هاي، هاي بتساوي اكس 0 مثلا، قبليها ما بعرف مين اسرع من الثاني. مزبوط. مع ذلك ما بهمني، انا بدي افترض انه الان عدد كبير كثير منها وطالع، بظل هالعلاقه ثابته. الجواب مين الاف 1 ومين الاف 2 هون بقدر احدد، اما قبليها ما بقدر احدد. تمام تمام تمام. جميل جدا. اذا دائما كل ما كانت الرسمه لفوق كل ما كان الفانكشن ابطا ولا اسرع؟ كل ما كان لفوق. اذا فانكشن فوق فانكشن بده يكون ابطا منه ولا اسرع منه؟ ابطا مو ولا بالتايم ابطا ابطا اسرع. احنا بنحكي هون عن اسرع ولا ابطا؟ اسرع ولا ابطا؟ بسرعه بنشوف اسرع اللي تحت اسرع، اللي تحت اسرع بالضبط، واللي فوق ابطا. ابطا ومن ناحيه من ناحيه انه مو بالعكس بالضبط يعني عكس. اوكي ممتاز. هيك الامور هسه سكرناها صح ولا لا؟ هسه واحد لوج ان لينير بقدر اكتب هون صح ولا لا؟ وبدي امحي الحكي هذا مشان نشوف ده التفاصيل الثانيه. لينير اوكي، خلينا نمحي التفاصيل هاي مشان نكمل الشرح الثاني. حد بده يسال سؤال؟ لا هنا دكتور بس انه لفت انتباهي انه في نقطتين تقاطع. ما في مشكله، انا باخذ الاكبر دائما. في نقطتين صح هون، هاي نقطه وهاي نقطه ثانيه. هاي اكس مثلا نسميها اكس 1 وهاي اكس 0 مثلا. مين اكبر اكس 1 ولا اكس 0؟ اكس 1. فبالتالي بدي اعتمد اكس 1، انا ما بدي اكس 0 خلص بديش اياها. كيف بنطلع نقطتين؟ كيف بنطلع لا لا كيف بنطلع النقطتين هذول؟ ساوي الاول بالثاني بيطلع معك النقاط هاي اكس 1 واكس 0. بس بالامتحان لا ما بيطلع، مش بطلع. انا سالتك لانه في قبل اكس 0 وفي بالنص وفي بعد الاكس 1 بالضبط. بس انا ما بهمني، بهمني اعلى وحده اكبر رقم فيه. تمام اوكي. اذا واحد اول واحد من فوق كونستانت لوج ان ولينير. نيجي ناخذ الثالث ان لوج ان. منطقيا لوج ان نموه بطيء، لما اضربه بان
بصير نموه سريع. هسه طلع ككميه مين اكبر؟ ككميه الان ولا ان لوج ان؟ مين اكبر ككميه؟ الان لوج ان. ان لوج ان. ومين اكبر ككميه؟ ان لوج ان ولا لوج ان لحالها؟ لا ان لوج ان برضه. برضه ان لوج ان. طيب لوج ان نمو بطيء، اللينير نمو سريع شوي. طب الان لوج ان بده يكون نمو سريع ولا اسرع من اللينير؟ اسرع. اسرع من اللينير نمو. النمو اسرع تبعه من اللينير، صح ولا لا؟ كسرعه. أيوه. بطيء. كسرعه ابطا من اللينير ولا اسرع منه؟ ابطا. ومقارنه مع اللوج ان نفس الشيء. ابطا بالضبط. ابطا ابطا لانه اللينير نمو اسرع من اللوج ان وابطا منه. وابطا منه بالضبط، يعني جاي بالنص اللينير بين اللوج واللوج ان والان لوج ان، صح ولا لا؟ فبالتالي الرسمه لو بدنا نرسمه هون، كيف بدي ارسم الخط تبعه؟ كيف بدي اخلي الخط تبعه يجي؟ من وين بدي اخليه يجي الخط؟ او بدي اخليه فوق ولا تحت ولا بالنص؟ مين يقول لي؟ انا ارسم باللون الاخضر لان اللوجان. الان لوجان بالضبط، اي ان لوجان. راح تيجي رسمته فوق تحت ولا ايش؟ احنا هون اللينير هاي خربطنا بالالوان. كان بالنمو اسرع هو، صح؟ النمو اسرع واحد فيهم لحد الان بالضبط. بده يكون فوقيهم دكتور. بالضبط بده يكون فوقيهم. من وين رسمته بهمنيش، بس انا بدي اعمل at some point of time. يعني لو سويناه هيك على سبيل المثال at some point of time راح يصير اعلى واحد فيهم، صح ولا لا؟ مزبوط. فبالتالي هون لو بدنا نكمل الرسمه تبعت اللينير زي هي، اوكي، وهذا تبع الفانكشن الثاني بدي اكمله كمان زي هي مثلا. فبالتالي حسب الرسمات هاي اللي هون، احنا هون كتبنا اللوج ان، نسوي بتخربط الدنيا الساعات هون، نكتبها باللون الاحمر نكتبها باللون الازرق احسن لنا مشان نوحد الرسمات. هاي اللينير هون راح تيجي حسب اللون، بالاضافه الى اللوج ان راح نرسمه باللون الاحمر راح يكون هون. هاي لوج ان الواحد ما رسمناه، خلينا نرسمه باللون الاسود مشان نسهل على حالنا المعنى. هاي واحد هون، هذا راح يكون وين راح يكون الواحد؟ اول واحد من تحت ولا اول واحد من فوق ولا بالنص؟ من وين؟ يعني بالنص بغض النظر، قلنا هم شو من فوق، من راح يكون اول واحد من فوق من هون ارسمه؟ لا لا لا، ايش هو؟ لانه اول واحد من تحت الكونستانت بالضبط. كونستانت دكتور بغض النظر وين ما رسمته، رسمته المهم ثابت بيجي. بس ثابت بده يجي تحتيهم كلهم وهو بالنهايه. لانه فبالتالي رسمته الصح راح تكون هون اقل واحد. اقل واحد بالضبط، طلع عليها صارت هيك مرتبه. الكونستانت من تحت، بعديه بيجي لوج ان، بعديه بيجي اللينير، بعديها الان لوج ان. شايفينها كيف؟ في علاقات بيناتهم. من وين لوين ما بهمنيش، بس انا بهمني يعني قبل النقطه هاي على سبيل المثال طلع عليها قبل النقطه هاي مين ابطا واحد فيهم؟ قبل النقطه هاي هون بالمنطقه هاي مين ابطا واحد؟ ابطا واحد كتايم ابطا واحد كتايم مين؟ الانلوجان. لا طلع عليها ابطا وابطا واحد كتايم، ابطا واحد الأسود، صح ولا لا؟ لأنه جاي على واحد. طب مين هو الأسود؟ الكونستانت. الكونستانت. هل هاي معلومة مفيدة بالنسبة لي؟ الجواب لا. أنا بدي النقطة اللي من عندها الكل بيكون بالنمو ثابت، اللي هي هاي النقطة هون مثلا حاليا. عند النقطة هاي بعدها على يعني بعدها معناته هون. أوكي؟ مبين واضح عندي انه الان لوج ان هو ابطا واحد لانه اكثر واحد من فوق، اعلى واحد من فوق، بعدين لينير، بعدين لوج ان، بعدين الواحد، صح ولا لا؟ فبالتالي انا من هون وطالع بهمني، ما بهمني قبل شو كان، بهمني شو راح يصير.
واضحة النقطة هاي؟ تمام تمام. نيجي للبعدية اللي هو الكوادراتيك ان تربيع. لو بدي ارجع ارسمه هون الكوادراتيك الان تربيع راح نرسمه زي هيك، نغير اللون نحطه برتقالي، راح تكون رسمته زي هيك الكوادراتيك. طلع عليها كيف؟ مين ابطا واحد معناته؟ ابطا واحد هو الكوادراتيك. مين اسرع واحد؟ برضه هو. مين ثاني ابطا واحد؟ ثاني ابطا واحد اللوغان. اللوغان اللوغان بالضبط حسب الرسم. من اي نقطه؟ من هاي النقطه وطالع، من هاي النقطه وطالع. بيهمنيش قديش النقطه هاي، بس بيهمني انه من عند نقطه معينه قديش قيمتها. بيهمنيش نقطه معينه وطالع الكوادراتيك اللي هو الان تربيع. هاي ان تربيع أبطأ من الآن لوج آن، فبالتالي النمو تبعه أسرع. هاي نقطة مهمة جدا. نقطة البعدية اللي هو الكيوبيك آن تكعيب. أنت قولي بالله عليك، خمسة أس اثنين أكثر ولا أقل من خمسة أس ثلاث؟ مين يقول لي؟ أقل. أقل، وكونها أقل معناته عدد خطوات أقل، وكونه عدد خطوات أقل معناته وقت أقل، وكونه عدد خطوات أقل معناته أسرع. فبالتالي الكيوبيك أبطأ ولا أسرع من الكوادراتيك؟ أسرع. الكيوبيك. الكيوبيك أبطأ. أبطأ من الكوادراتيك، ليش؟ لأنه عدد الخطوات اللي بده إياه أكثر من الكوادراتيك. صح ولا لا؟ فبالتالي لو بالرسم هون بدي أرسمه، خلينا نختار لنا لون زي هيك، راح يكون كالتالي هيك. هيك. تقريبا جاي فوقيهم كلياتهم، صح ولا لا؟ جاي فوقيهم كلياتهم. هاب الكوادراتيك ان تكعيب. طب ان اس 4 وين راح تيجي؟ برضو فوقيهم. طب ان اس 5 برضو فوقيهم. ان اس 6 برضو فوقيهم. فبالتالي كل ما زاد الاس كل ما كان النمو اسرع، صح ولا لا؟ صحيح. نيجي للبعديها الاكسبوننشال. في مقارنة بسيطة هون بين ان الأساس والأس رقم 3 4 5 6 7 والإكسبوننشال. الإكسبوننشال المقصود فيها انه رقم والمتغير الأس. طلع عليها هون شو الفرق بين الكيوبيك والكوادراتيك، انه الأس ثابت والمتغير الأساس. بالإكسبوننشال شو معناها؟ إنه الأساس ثابت والأس متغير. هاي معنى exponential. لما يكون الأساس ثابت والأس متغير معناته أنت بتحكي عن exponential. exponential أبطأ من لما يكون الأساس ثابت والأس الأساس متغير والأس ثابت، أبطأ منه. فبالتالي على الرسم exponential راح تيجي فوقيهم كلياتهم. شو نختار لها اللون؟ أصفر. هاي الرسمة تبعت الإكسبوننشال، جاية فوقيهم كلياتهم اللي هي. صار أنت مرتبتهم ترتيب هيك؟ أنا رتبتهم ترتيب، هو هي المقصود فيها ترتيب. إيش هاي قلنا؟ إكسبوننشال 2 أس أن، مش مبينة مليح لكن يلا مليح. هيك مرتبين ترتيب. هيهن أبطأ واحد مين؟ مين يقول لي؟ أبطأ واحد الإكسبوننشال. الإكسبوننشال بعدين الآن تكعيب، بعدين الآن تربيع، بعدين الآن لوج أن لينير لوج أن وواحد. مين أسرع واحد؟ أسرع واحد الإكسبوننشال الثابت الكونستانت بالضبط. طيب دقيقة دكتور، مش اللوج أن أسرع من أراك ثابت؟ إحنا بنقول ثابت. ذكر اللوج أن نمو بطيء، نمو ماشي بس تايمه أسرع. طلع علي، طلع علي، انتبه. لوج ان نمو بطيء، الكونستانت نمو ثابت. النمو بطيء عند لحظة معينة من الزمن راح يسبق النمو ثابت، مظبوط. فبالتالي لوج ان أبطأ من الكونستانت. اوكي
وضحت؟ وضحت. تمام. إذا هاي التفاصيل كالتالي. هسا مشان تريح على حالك، إذا قلت لك على سبيل المثال نأخذ رقم لون ثاني، لون هذا مش مبين صراحة. افرض على سبيل المثال قلت لك الآن 5، قلت لك هاي الانبوت سايز الآن بتساوي N، قلت لك مين أبطأ واحد فيهم؟ كل ما هنالك امسك الخمسة وعوضها هون وعوضها هون، هذا N. في المتغير. وعوضها هون بالضبط، وعوضها هون وعوضها هون وعوضها هون، وشوف كل رقم قديش بطلع. لق الخمسة قديش؟ لق الخمسة تقريبا يعني بجوز 2 وشوي. لق الخمسة تقريبا 2 وشوي. اللينير N، إذا الآن 5 معناته اللينير 5، هاي 2 مثلا خلينا نقول 0.3 مثلا، الآن 5، الآن لوج الآن N 5 والآن لوج الآن 2.3 5، يعني تقريبا 5 في 2 في 2.3 تقريبا 11.5. أوكي، هاي 11.5 مثلا. طب الآن تربيع 5 أس 2 25، صح ولا لا؟ الآن تكعيب 5 أس 3 125. 2 أس 5 قديش 2 أس 5؟ 2 أس 5 اللي هي 32، صح ولا لا؟ 32. هسه هون واضح جدا إنه الكونستانت بطيء، الكونستانت سريع لأنه واحد دائما. لوج الآن 2.3، اللينير للآن 5، أن لوج الآن 11.5، الآن تربيع 25 ولا تكعيب 125، لكن الاثنين وسان 32 طلع معانا. شو المشكلة هون؟ المشكلة هون إن الرقم اللي أنت باخذه صغير، الرقم اللي أنت باخذه صغير. لو يكون رقم كبير رح يطلع معك الاثنين وسان الرقم أكثر بكثير من الآن تكعيب. لا خذ 50 على سبيل المثال، 2 أس 50 هذا رقم كبير، 2 أس 50 تقريبا مليار أعتقد، 2 أس 50 مليار، لكن 50 أس 3، 50 ضرب 50 ضرب 50 تقريبا 225 ألف شغلة زي هيك. أوكي، فبالتالي هذا رقم قليل مقارنة مع 2 أس 50 اللي هي المليار. الرسمة هاي بتلخص كل هالمعاني هاي. هسا كيف ممكن تجيك بالامتحان؟ ممكن تجيك بالامتحان على سبيل المثال بدي أعطيك two functions f واحد للآن مثلاً، بدي أقول لك إنه هذا بيساوي كالتالي 15 n log n زائد 30 n زائد 15 log n زائد 1000. اوكي، هسا بدي اشوف قديش سرعته هذا، او من اي عيله مشان اعرف قديش سرعته. لاحظ هون الارقام التاليه، فصلهم واحد واحد. هاي كميه، انا بحط لون ثاني، هاي كميه صح، وهاي كميه ثانيه، وهاي كميه ثالثه، وهي كمية رابعة. هاي الكمية فيهاش متغير، صح ولا لا؟ فمعناته هاي كونستانت، صح؟ فيهاش متغير. وهاي الكمية شو المتغير اللي فيها؟ هاي هو لوج ان، معناته هاي الكمية من عيلة اللوج ان، صح ولا لا؟ هاي من عيلة اللوج ان، من العيلة تبعتها. يعني جيب 15 اضربه بلوج ان بضلوا لوج ان، بس بضرب 15 هاي هي، ما غيرنا بإشي. والثلاثين أن المتغير فيها الأن، وهاي لينير الأن اللي هو لينير، صح ولا لا؟ صحيح. وهاي 15 أن لوج أن، هاي من عائلة الأن لوج أن، أن لوج أن. خذ الأن لوج أن واللينير واللوج أن والكونستانت، مين أسرع واحد فيهم؟ أسرع واحد الثاني. بالضبط. ومين أبطأ واحد فيهم؟ أبطأ واحد الآن لوج أن. إحنا ندرس الورست تايم. من أسرع واحد دكتور؟ الورست تايم أبطأ واحد فيهم. مين أبطأ واحد فيهم؟
انلوجن هذا اللي بركز عليه وبنسى هطلاك، يعني هطلاك زي كأنه مش موجودات. تمام. والأصل رايش يا دكتور؟ فالفانكشن هذا كله سرعته من عائلة الانلوج ان. ما بتعب حالي وبقول له هذا من عائلة الانلوج ان زائد لينير زائد لوج ان زائد كونستنت، تخبيص هذا الحكي. انسى هذلاك كلياتهم. ليش؟ لأنه انلوج ان هو اللي بيسيطر، هو المسيطر على سرعة البرنامج هذا، صح ولا لا؟ فبالتالي هذلاك بنساهن، خلاص كبهن بالبحر وركز دائما على أكبر كمية. طيب هاي واحد، خلينا نأخذ واحد ثاني على سبيل المثال F2 of N بيساوي 10 log N زائد 10 أس 7. 10 أس 7 ثابت ولا مش ثابت هذا الرقم؟ مين يقول لي؟ عشرة والسبعة ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت 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 بالضبط، كونستانت. زائد ان اس خمسة زائد ان تربيع لوج ان بكفي. اوكي نيجي عليهم واحدة واحدة، هذول هاي اول كمية عشرة لوج ان من اي عيلة؟ لوغان بالضبط. هاي لوغان. العشرة والسبعة من أي عيلة؟ الكونست. كونستانت بالضبط. هاي كونستانت. الآن أس خمسة من أي عيلة؟ طبعاً الآن تربيع بنسميها كوادراتيك، الآن تكعيب بنسميها كيوبيك. الآن أس خمسة لها اسم بس مش عارف شو هو، لكن خلينا نسميها أن أس خمسة. اوكي للتسهيل. الان تربيع لوج ان، ان تربيع ضرب لوج ان من اي عيله؟ من عيله الان تربيع لوج ان. هاي ان تربيع لوج ان. هسه معناته مين اكبر وحده هون؟ ان تربيع لوج ان ولا ان اس 5 ولا الكونستانت ولا لوج ان؟ كيف بدك تعرف شغله زي هيك؟ إذا بتعرف إنه الواحد لوج ان لينير، ان لوج ان، ان تربيع، ان تكعيب، اثنين أس ان، مين الأكبر فيهم هون؟ مين يقول لي؟ ركزوا فيها واحكوا لي مين أكبر واحد فيهم هون؟ محتارين بين قيمتين؟ شو القيمتين المحتارين فيهم؟ ان أس خمسة. النون تربيع والان تربيع لوجان والكونستانت واللوج، هذولا كلياتكم متفقين على انه هذا جواب غلط مثلا وهذا جواب غلط، صح؟ فبدك تقارن بين هاي وهاي، صح ولا لا؟ صحيح. طيب الان اس 5 بتيجي بعد الان تكعيب ولا قبليها؟ بعد. طب الان تربيع لوج ان بتيجي بعد الان لوج ان ولا لا؟ بتيجي بعد الان تربيع. بتيجي بعد الان تربيع. هون السؤال مش عارف. ان تربيع ضرب لسه اكثر لوج ان، يعني ان تربيع لوج ان اكثر من ان تربيع ولا اقل؟ اكثر. طيب اكثر من ان تكعيب؟ هون بالضبط. طلع علي هسه هاي ان تكعيب. الان تكعيب شو بتساوي؟ ان تربيع ضرب ان، صح ولا لا؟ صحيح. والان تربيع لوج ان شو بتساوي؟ لوج ان ان تربيع ضرب لوج ان، صح ولا لا؟ هاي لو تقارنها مع هاي الثنتين نفس بعض، صح ولا لا؟ صحيح. بضل ان ولوج ان، مين اكثر، ان ولا لوج ان؟ اللوج ان. مين اكثر؟ مين اكثر؟ الان. الان اكثر من لوج ان، فمعناته الان تكعيب اكبر من الان تربيع لوج ان، صح ولا لا؟ صحيح. معناته ابطا منه ولا اسرع منه؟ اسرع منه. الان تربيع لوج ان اسرع من الان تكعيب. لسه الان اس 5 اسرع بكثير او ابطا بكثير من الان تكعيب،
في بياناتهم أنوس 4 بعدين أنوس 5. أنوس 5 أكبر بكثير من الأن تكعيب، النمو تبعه أسرع بكثير من الأن تكعيب. فبالتالي لما تقارن أنوس 5 مع أن تربيع لوج أن، مين أكثر؟ الأن أس 5 بالضبط. مين أبطأ؟ الأن أس 5 بالضبط، معناته هذا الفانكشن F2 of N. مين أكبر، مين اللي مسيطر فيه؟ الأن أس 5 أنوس 5 هيها، معناته هذا من عيلة الأنوس 5 طلع معانا بعد ما حللنا، وهذا طلع من عيلة الأن لوج أن، صح ولا لا؟ صحيح. لو قلت لك بالامتحان على سبيل المثال مين أبطأ؟ F1 ولا F2؟ شو بدك تقول لي بعد التحليل هذا اللي سويناه؟ ناخذ العائله F2. F2 أبطأ وF1 أسرع. طيب مين النمو تبعه أكثر، F2 ولا F1؟ لا F1 النمو تبعه أكثر. ال F2. F2 كل ما كان النمو أكثر كل ما كان البرنامج أبطأ، صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي هاي الشغلات ممكن أجيب لكم إياها بالامتحان، بجيب لك مجموعة من الفانكشنز بقول لك طيب لو على سبيل المثال قلت لك رتب لي الفانكشنز هذول F1 وF2 من الأسرع للأبطأ، مين أول واحد بيجي؟ من الأسرع للأبطأ مين رقم واحد بيجي؟ مين أسرع، F1 ولا F2؟ مين أسرع F1؟ F1 معناته هاي F1 بتيجي هون، صح ولا لا؟ بعدها مين بيجي؟ F2 من الأسرع للأبطأ. طيب لو قلت لك هاي من الأسرع للأبطأ، لو قلت لك رتب لي اياهم من الأبطأ للأسرع، مين راح يجي اول واحد؟ F2. F2 من الأبطأ للأسرع وبعديها F1. فهون شو المشكلة بالامتحان؟ بكون انا حكي لك بالامتحان رتب لي اياهم من الأبطأ للأسرع، بروح بكتب لي F2 F1، الجواب بيكون غلط، صح ولا لا؟ بطلع من الامتحان بقول لك انا بجيب علامة كاملة. يا عمي تعال ركزت شوي بالامتحان، انا قلت لك رتب لي هاي الفانكشنز من الابطأ للاسرع او من الاسرع للابطأ، فبدك تنتبه لصيغة السؤال شو بده مشان تعرف ترتبهم. هاي واحد من الاسئله ممكن تجيك بالامتحان، بعطيك مجموعه من الفانكشنز وبقول لك رتب لي اياهم، تعمل تحليل تبعك. احنا بنعرف الاساسيات، هاي الاساسيات بقدر ارقب عليها، بقدر اركب عليها قطع زي الليجو بحيث اني اعرف انه هذا الفانكشن من اي عيله، بس اقلص بقارنهم مع بعض، بعدها بكون عارف مين اسرع ومين ابطا وبكون عارف كيف ارتبهم. هاي لحد الان كيف نحلل الفانكشنز هذول تبعاتنا وكيف نعمل تصنيف لهم من ناحيه سرعه. حد له اي سؤال اي استفسار على الشغلات هاي؟ الامور كلها تمام لحد الان؟ ركز بالشغلات هاي مرة ومرتين وثلاث لحتى تترسخ المفاهيم هاي كلياتها بعقلك، إن شاء الله بصير بالنهاية بس تطلع على الفانكشن تقدر تعرف إنه هذا الفانكشن من أي عيلة وإذا إنه سريع ولا بطيء. حد له أي سؤال أي استفسار؟ تمام. إذا لحد هون بنوقف إن شاء الله وبنكمل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. Perfect.